السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القطة تاعي يعني صراحة طولت عليها، راهي عندها درك حوالي أسبوع هي مريضة. اليوم راني مديها البيطري، أنا رايحين إن شاء الله مديها البيطري إن شاء الله، لكش ما يقدر يدير لها حاجة، راهي ما يشتاكل ما يتشربها، نوكلوا فيها غير بلا سيرانج ونشربها بلا سيرانج. نحاول إن شاء الله إذا كان قدرنا إن شاء الله مع البيطري كش ما يقدر يدير لها حاجة، تلاقاهم بعد إن شاء الله عند البيطري. شكرا. حسين تبعت الفيسبوك ولك تعرف البرنامج كيف خرجوا من الغرفة من الكرتونة؟ خرجوا من الكرتونة سلام قطعتي في الفيسبوك. الله يا سما طولنا عليها شويه. طولتي عليها؟ طولنا عليها وانا قاعد على بالي راهي اوني تات شوك من المرات دونك الفور اليميني تات شوك افون دو بارلي دو تريت دونك نديرو لها لا سيرون ندير لها تات شوك من بعد نكمل مليح صافي. زعما حسين صاحبي وانا كل يوم معاه الله يلا هما المشكلة على بالك واش صرا لها دروك هذه هي يركضوا هنا عندي في الكوربار في هذا الفرنو فوالا فرنو يركضوا وتروح للغابة وتخرج للغابة للجاردة هي في الليل هذا هو البروبليم عندك تطيح برك باسكو هذا يصرف شوية رايحة مسكينة حبة ايوا تسمى الزات مازال خلينا تسمى هذا الترتب عطيتيه لها نوضها شوية سون ديزيدراتاسيون او ميم طو تخاتمون اونتي شوك كيما هكا يتنحلها الشوك تاع لا مالادي تبدا تحب الدور داكا بس ما جات مش قاعده دوكا يمشي فيها باك السيرام تحس بجرعه الدواء شنو لازم تريتمون كي نديرها نتبعها دوك ندير لها كل شيء او موان 4 جور كوفرتور سما تقريبا فاتنه شويه تفطن بربي تفطن بربي ان شاء الله، مع التخاتمون تديها فاطمه باذن الله. يا الله شنو التخاتمون كملها نتبعها انا درك بعد بيان سور نعطيك تليفون مع بعدانا او في يوم يزور قالها واش صراها واش صرا برب وشنو بشرط الفرن تنحى ما تخليهوش لا لا صاي خلاص صاي هاني قلت للمدام درك نطفي الفرن وهذا كل كيما انت شوف انا طبيبه شوف مش قادرة رجلي هذه مش لابس بها هي لابس بها مش مكسرة ولا ها مش قادرة ها مش قادرة برك راهي فاشلة راهي فاشلة خلاص انا فهمت بصح شوف واش قاعدة توكل فيهم شوف هاو الاناتومي تاعها لغمة هاو الاناتومي تاعها لغمة اي مش قادرة برك فاشلة برك عملنا لها تخيطمون خليها تروبوزي شوية بدي نمشي لك اوتوماتيك مور سيروم جلوكوزي وسالي تعطي لها فوغي مور سيروم سيرين مع الخات مور خلاص معليش بكا تفقن لا تبان فطنت شوية خير من كبير كبير الله يلعبو خير من المكان ما عجبكش نديه الباب والله طبيب عطينا كلمة في هاد لا باسيون تاعك. اللي دوت لك هي لا لا انت انت واش راح نقول لك؟ واش هي المشكلة هذه الغلطة تاعي كي خليتها طولت؟ المشكلة اللي طاحوا فيها أكثرية الناس أنهم يتهاونوا على أن يأتوا الحيوانات نتاعهم للبيطاري. أيوه المفروض نهار مريضة ولا نهارين ماكسيموم، نهار الثالث تجيبها للبيطاري.
علاش؟ على خاطر المرض تسمى يستقوى، ممكن يكون مرض واعر يقال يقتلها نورمال، فهمت؟ صح. وكيعود مرض سهل قادر تشفى بدون بيطري بدون ادويه بدون، ولكن الان يعني الوقت انا فيه ننصحكم دائما بالرجوع الى البيطري مهما على الاقل تمنع الحيوان. صح. هذا هو. طبيبه تقول لنا واش درتي؟ قول لنا واش درتي لها؟ مال عادي بالله بلا براي. لا لا معليش لا لا قولي لنا برك واش درتي لها دوك القطه هذه حتى عملنا لها بيان سور اونتي بيوثيرابي كوفرتور، عملنا زونتي انفلاماتوار باسكو عندها سخانه ونهجه، عملنا لها ان بونطوني كاردياك باش تفطن باسكو راهي فابله، وكم ميم لي سيروم اونتي دونك سالي غلوكوزي باش نحيو لها لو شوك تاع لا مالادي. بصح هذا ما يكفيش، لازمك تكمل تريتمون افيك اسم لوردونس راح مديها لك تركا بوندون 4 جو كوفرتور اونتي بيوتيك وكورتيكوثيرابي. بربي ان شاء الله مع لو كونتاكت نقول لك واش تعمل لها ما يكون لها ان شاء الله. لو نون تاعها واش لاشاب؟ والله نسمي منها شريفة. شريفة. وهي تشبه الشريفة صح كنت في وجهها من كانت لاباس. لو بوا تاعها ابخي 2 كيلوغرام. هكا هكا. ابخي. لاش تاعها العمر تاعها شحال؟ 8 موا تقريبا. 8 موا. نحطوها سوز اون كوفيرتور دو كلاموكسيل برك. كلاموكسيل سيبو. هذا من عند الفارماسي عادي. من عند الفارماسي عادي. لا دوز دو 2 كيلوغرام دو فوا بار جو، يعني 2 كيلوغرام الصباح و 2 كيلوغرام بوندون 4 جور. التريتمون نبداوها من غدوه ان شاء الله، ماشي اليوم سي بون اليوم راهي خلاص غدوه ان شاء الله نبداو. نعطيوها سيليستان غوت باسكو راهي مش قادره تنفس من الكليغ اللي في صدرها باسكو ساهوه. نعطيوها سيليستان غوت 5 غوت لو ماتان 5 جور سكسيسيف ورا بعدا. كمان حبيتي نعطيوها لي فيتامين نعاونها مليح لي فيتامين فيتا فورم اون غوت. نعمل لها جي غوت لو ماتان وعملها بيان سور لي سيروم غليكوزي و سيروم سالي او فيغ يا ميزور سيرانغ منا سيرانغ منا حتى تفطن. كي تشوفها فطنت مليح اعطيها تريتمون تاعها والماكله بلا ما نوصيك. يعني كي نقول لك ماكله كيما كنت دير لها درك ندير لها بويون بطاطا نحط لها معاها شويه دجاج نعمل لها فيونداشي مثلا شويه كبده نرحيها بيان وما تاكلش نعقب لها بالسيغان ومع الوقت غير تمشي فيها الدواء تعود تاكل برك ان شاء الله. فهمتني؟ بارك الله فيك بزاف بزاف كاش ما هاك ولا هكا تعيط حبيبه تعيط لي كونتاكت لازم يبقى بيناتنا باش نكملوا تخاتمو. خلاص ربي يجيب الخير. معليش بارك الله فيك مزيان. هاي الطبيبه سيدي راهي قامت بها مع شريفة تاعنا. شريفة شريفة بارك الله فيك طبيبة ربي يحفظك ان شاء الله. يعطيك الصحة وانا نعطيك الأول التهاون تاعنا ثاني شوية. يعني أنت قلتي لي البرد زاد أثر فيها تاع السخانة الفرن. تقابل السخانة ومن بعد أوتوماتيكمون وتبعد على الفرن كيما الولاد صغار زيد تعاود قيسها ليا. الحالة هذه ما لازم تخليها تقابل تقعد في البردة تقعد نورمال وما تقابليش الفرن. فهمت؟ خلاص 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 بارك الله فيك ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. ربي يهنيك إن شاء الله. إن شاء الله رانا قضناها قضناها الله ان شاء الله. هاي راكده راهي مليحه تنفس مليح برك كل مشاهد ان شاء الله الاعمار بيد الله ان شاء الله. على كل حال هذيك ربي يكون غير خير. لا لا حتى ربي يكون غير خير. هي سما كبيره شويه تجي مقاومه خير من ديك مع الكبر مسكينه. يعطيكم الصحه خيره بزاف وهذا هو بارك الله فيك يا طبيب ربي يحفظكم ويعطيكم الصحه.